طيب بقى انتوا ليش طلبتوني؟ بدنا نعمل عرس. عرس شو؟ عرس شو؟ شو شو العرس اللي بدك تعمله؟ بدنا نعمل عرس، واخيرا بدنا نعمل العرس اللي ما قدرنا نعمله مع اسراء. عنا عرس حلو. حلو حلو كتير، بس يعني مو بكير كتير على هذا الكلام زينو. يعني اطلس رح يصير بالجامعه ويتخرج وحيصير عندك حفيد. ما تطلع فيني هيك، انتوا تاخرتوا. ما تاخرنا ولا شيء، ما تاخرنا ولا شيء يا جماعه. امبارح بالليل اسراء بكيت قدام عيوني وقالت نحن ليش ما عملنا عرس يا مروان؟ الله ليش؟ ولهيك ما تاخرنا ولا شيء. هذا العرس بده يصير يا شباب، خلص انتهى. بس انا متذكره هيك شيء. اسراء لما كانت حامل باطلس وخبرتها انه ترفعت، بكيت على التليفون حوالي العشر دقائق. يعني بتعاني من قصه البكا بس لا انا حامل. لاحظت هذا الشيء، لاحظت امبارح بالليل بكيت لانه خلص اللوز. خلص اللوز يعني هذا كل شيء. بس المهم يا شباب، المهم هلا، المهم بدنا نعمل هذا العرس، وراح تكون مفاجاه حلوه. مفاجاه ما بدنا نعمل مفاجاه. يستر عرضك، نحن ما بنعرف نعمل مفاجات. انت ولا مرتك دغري يا اخي بترجاك حاج تعمل مفاجاه. بدنا نعمل هالمفاجاه يا موسى، بدنا نعملها، وانت ما بدك تقول شيء. شو ما بدك تقول شيء لحدا. طيب. تمام. وهلا بدك تروح وبتختار مكان حلو كتير لنعمل فيه العرس الربيعي، وبعدين بتبعت لي المواقع. حجز المكان عندك. طيب انا بحجز إيه؟ المكان، بوعدك لاقيلك مكان. يلا نشوف. يلا اختار المكان. المكان تمام. عليك. يلا. بس انا بتذكر انه اسراء بدها عرسها على شط البحر، يعني هيك بتذكر انا، هيك بعرف. اطلع على الاثنين. ايه طيب طيب، عرس على شط البحر وربيعي منلاقي. بدي اعمل عرس. ايه راح اعمله. تمام زينو، شو هالمكان رح يعجب اسراء؟ بس رح يعجبها لك، رح يطير عقلها فيه لك، بيجنن المكان. اطلع قديش حلو لك، بيجنن. شوف هدول شو حلو. مثل يلي بتحلم فيه بالضبط. بدي اعمل عرس حلو كتير، نحن لحالنا وبين بعض. رح تنبسط كتير. دقيقة، شو بدنا نعمل بفستان العرس؟ يعني لازم ناخد المقاسات لانه بطنه عم يكبر. كيف بدنا نعمل هيك بدون ما تحس مروان؟ هالشغلة عندي، هالشغلة عندي وأنا بدي حلها، وإسراء ما رح تحس على شيء، ما تقلقي أنا بحلها. تمام، وشغل الورد عندي، وبقية التفاصيل بنحلها على مهلنا. ويا موسى بحلها. موضوعك عندي. انتهى، خلص. يا روح قلبي، هي رح تعيش كل شيء كانت بتحلم فيه. بدي أعمل لك كل شيء زينو، خليها تنبسط يا زينو. بدي أعيشك كده. بس زينو ما تبالغي كتير، بتعرفي إسراء ما بتحب المبالغة. طيب تمام، أنا رايحة على المطعم خبر عمو يامن مشان موضوع العرس. لا لا لا، أنا بخبرهم بس لنقرر وين. تمام تمام زينو، يلا بشوفك، تصبحي على خير. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.